ننتقل لهذه الفقرة المهمة عن التقدير والامتنان والشكر، طبعا له أهمية كبيرة في حياتنا، وفما بالك لو كان في شهر رمضان المبارك لكل أم وزوجة وأخت وابنة وعاملة توقف يوميا لفترات طويلة في المطبخ عشان تجهز فطور رمضان أو السحور، فإيش أثر كلمات الثناء والشكر بين الشريكين وبين الأسرة في شهر رمضان المبارك؟ نسمع أهم النصائح مع المستشارة الأسرية والتربوية دكتورة الهنوف الحقيل عبر زوم معانا. هلا وسهلا بك دكتورة الهنوف. اهلا وسهلا، سعيد اني معكم اليوم، ومبارك عليكم هذا الشهر وما تبقى منه ان شاء الله يا رب. امين يا رب علينا وعليك، وسعيدين بوجودك معنا واننا نتكلم عن هذا الموضوع المهم اللي اليوم كل السيدات والزوجات الاخوات بيقضوا وقت طويل في المطبخ، ديهم العافيه طبعا. خلينا نتكلم عن مفهوم التقدير والامتنان للطرف الاخر. ممتاز جدا هذا الموضوع بالذات. يمكن احنا قبل شوي كنا مع الشيف ضحى الله يعطيها العافيه، عندهم صنعه وعندهم طبخه في المطبخ، في النهايه هي تشبع احساس معين اللي هو الجوع. نعم. لكن نجي نتكلم على المسار النفسي لهذا اللي يصنع، لهذا اللي يتعب، لهذا اللي يقدم ادوار اضافيه وجديده ومختلفه في رمضان، سواء من المراه ولا من الرجل، من الشريكين او حتى من الابناء. الشهر هذا فيه امتيازات كثيره، طبعا من اهم امتيازاته واحنا دائما نقولها كمختصين انه يزيد اللحمه والتواصل بين افراد الاسره. اثنين، انه يزيد الامتنان والشكر لانه كل واحد شايف عمل الطرف الاخر، وكل واحد في حاله من احتياج للطرف الاخر. مزبوط. سواء المراه او الرجل. البهارات الجميله في هالعلاقه وفي هذا الشهر ما بين الاثنين، الكلمه الحلوه اللينه الطريه. صح. الكلمه الجميله، الكلمة اللي فيها امتنان، اللي فيها تقدير، والله العظيم أثرها أثر ساحر جدا، بالذات على الأنثى. كل ما كان البور عالي، كل ما تبغى بورها يكون أعلى ويكون عالي، لابد أنك تدعم عندها هذا الخزان اللي هو خزان الامتنان والتقدير، تشعرها بأن هذا الدور اللي قاعد تقدمينه أنا قاعد أنظر له. المرأة بورها جدا يزيد إذا سمعت الكلمات اللطيفة، الكلمات الجميلة، الكلمات اللي تعني لها، سواء على مسار الاشياء اللي كانت يعني تقوم فيها ولا على مسارها هي الشخصي. يا اخي الكلمه الحلوه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان من ديدنه في تعامله مع زوجاته، وكذلك على مسار الرجل. نعم. يعني احنا مشكلتنا ترى كثير تعودنا انها تكون علاقتنا بالذات بعد سنتين من الزواج، ثلاث سنوات من الزواج، يكون الاتصال بين الطرفين زي الاصحاب، فيمنون على بعض لدرجه انه يعني يفتكرون هذا واجب مقدم وضروري يسويه. طيب اوكي، هو واجب، ما اختلفنا في بعض الامور، لكن الامتنان وعبارات اللطف وعبارات شكرا لك، ما قصرت، الله يعطيك العافيه، الله يخليك لنا، القبله اللي على الجبين او على الخد يا اخي ما تضر، ما صح. تضر، تغيظ وتزيد وتخلي الطرف الثاني اقوى، اقوى قاتل للعلاقات، اقوى قاتل للتواصل بين الطرفين. وهذا اللي اقولها من منبركم، وقلتها اكثر من مره في اكثر من منبر، اقوى قاتل للعلاقات كل الاهتمام. نعم. كل التقدير، كل الالتزام، هذه الثلاثة، الإقلال منها أو الإسفاف فيها أو التقليل منها حيضر بالعلاقة، يسممها. لذلك انتبه من الثلاث نقاط هذه، إذا وقفت ترى النفس حق علاقتك مع الطرف الآخر هو اللي يتوقف. والله صادقة دكتورة الهنوف، يعني الكلمة الحلوة وإيش السيدة تبغى، إنه بعد هي كذا كذا حتطبخ وحتسوي الأكل وكذا، لكن في فرق لما نقول، لما الرجل يدخل ويقول بس هذا اللي سويته اليوم، وفي فرق بين تسلم يدك، يديك العافيه، والله بتتعبي معانا، ايش الاكل اللذيذ هذا، قد ايش تفرق فيه يعني النفسيه. الاستشارات ايش قد يجيني تعليق من السيدات بالذات، انه عينه عين ذبابه، او عينها عين ذبابه، تركز على السلبي. نعم. ولا يركز على الايجابي. يا اخي عندك تعليق، عندك حاجه تبي تضيفها، جيب قبلها ديباجة من الإيجابيات، شكرا والله سويت وكذا، فعلت وكذا، حطيت وكذا، الله يعطيك العافية، بس الشغلة الفلانية سووا فيها كذا وكذا. أسلوب تعديل في مسار الحوار بينك وبين الطرف الآخر، لا تصير نقدي حاد، أنت كذا تنفر، أنت كذا تخلي طاقته صفر، حينفر منك، حيبعد. انتبه من النقد، انتبه من النكدية جوا بيتك، لأنه النقد والنكدية داخل البيت منفر،
شيطان منفر. صح كلامك. اللي هو السلبية والنقدية داخل المنزل. مضبوط كلامك. يعني أصلا إيش هو الحياة الزوجية غير مودة واهتمام، وإنه الواحد يظهر عاطفته للثاني ويقدر الثاني، يعني واللي يستفضل الحياة زي ما بتقول، يعني إيش هي الحياة؟ هي هذه الأساسيات يعني. لكن ليش أغلب الأزواج يتناسوا هذا الموضوع، أو مع العشرة ومع الروتين خلاص يهملوا هذا الجانب، جانب الكلمة الحلوة، جانب إيش إنه نظهر اهتمامنا للطرف الآخر؟ زينا الإشكالية أن الدافعية اختلفت. إيش معنى الدافعية؟ يعني أول بداية الزواج في المراحل الأولى من الزواج يسمونه الاندفاع العاطفي، الاندفاع في الاكتشاف، الرغبة في اكتشاف الطرف الآخر وامتلاكه، دافعية يخلي كلامك طري عشان توصل للي تبيه. صح. في حال وصلنا للي نبيه وصار علاقتنا مع الطرف الآخر مستدامة ولا فيها شيء جديد نكتشفها، ويكون قد أصابها الفتور، فبالتالي إيش؟ اللسان ينشف، أو اللسان يرجع لسابق عهده كما تعود في التنشئة. عشان كده احنا نقول حتى مع أبنائنا لازم نعودهم على الكلمة الطريفة. مزبوط. نعودهم على الكلمة اللطيفة، فهو يرجع إلى واقعه، إلى 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 تنشئته، إلى أسلوبه اللفظي الناشف الجاف اللي للأسف نمتاز به نحن. يعني أغلبنا في العرب، أغلبنا أسلوبنا أو طريقة تعاملنا شوية ناشفة، يعني ما فيها مشكلة لو ليناها. ديننا سمح، ديننا لين، ديننا دائما يعطينا الكلمة اللينة، الكلمة الكويسة هي اللي توصل بك لقلب الطرف الآخر. خل قلبه يا شيخ، ما تبي قلبه، خل قلبه. تبغى سلوك منه طيب، سلوك منه لطيف، تعامل جميل يا أخي، تبي بشوش، تبي يعطيك الشيء اللي أنت تبغاه منه بلط. ترى كثير سيدات من كثر ما تسمع النقد أو ما تسمع الصراخ بالذات في رمضان مع الرجل المدخن أو غيره، تراها تقدم لك الفطور عن قولك، تراها تحطه عن قولك عشان تفتك من لسانك. هذه فالفكرة هنا لازم تحطها في بالك. وخلي حد يقدم لك، خلي لمتكم حلوة، ليش بتنرفزين بدل نكد، خلينا مبسوطين مع بعض. صح. عشان بس نكون على الطرف الآخر، حتى اللي ما شربت قهوة ولا اللي تشتغل ورجعت تسوي فطورها تمننا في اللي سويته، على الطرفين دائما اللين والهداوة والتفكير الطرف الآخر حيخلق جمعة حلوة على هالمائدة اللي نستناها من سنة لسنة. صح. على هالشهر الطويل. نعم نعم والله معاكي حق، يعطيك العافية. طبعا أنا من المطبخ أتكلم، تخيلوا يا جماعة فرن حار وقلق سمبوسة والقيمات وقهوة والحلة وتحمر، إيوة، ومدارس تصحى الصبح مع المدارس وتدرس بعد الفطور، ومسكينة ما أدري وش تلحق، وتلاقيها موظفة وتلاقيها تساعد، فكلمة حلوة لفتة منك. طيب يوم تفطرون برا وردة حمراء، أنا أدري، وبدل لا تصعبون الحياة، الحين الحياة سهلة والله العظيم. ترى الواحد، ويا جماعة لا تكثرون أكل، ترى الواحد يشبع من لقمتين. خليكم كوب كوب كوفي كوفي بس بعد الفطور، جيب لها اللي تحبه. أنا أدري، وردة وردة ولا كرتون؟ مع وردة، يلا مع وردة. ويوم من الأيام أنت تجيب الفطور كله كامل، قل ريح اليوم. أي والله، يوم تفطروا برا. يعني هي الحياة يا جماعة أصلا، شو أقول لك يا أختي، أنا دائما أقول لهم أنا والله العظيم ما عشت حياة سعيدة إلا لما عشت عامية وخرصة وطرشة. الله على دي النصيحة. صح. والله أول مرة بحياتي أعيش كذا مبسوطة، ما أرد يعني، ما أرد. مو كل شيء يستحق أنك أنت تردين، مو كل شيء. أنا عشت حياتي الحين مبسوطة ومروقة، وخلاص ما عاد أعطي الأمور أكبر من قيمتها. بالضبط. دكتور الحياة، تدرين وش المشكلة عندنا؟ أبداً. إيه؟ المشكلة عندنا لما إحنا نورث أطفالنا هذه التصرفات من غير ما إحنا نحس، فيجي عندنا جيل نفس المود ماخذ، أبوي معصب لأنه ما دخن مثلا، أمي معصبة لأنه ما شربت القهوة. فحتى الطفل تلاحظين أنه هو ممكن يقول ترى أنا اليوم مالي مود، ما شربت قهوة أو ما شربت شيء اللي أنا أبيه. إحنا قاعدين نورثها، فوق نحس ننتبه لذي الأشياء البسيطة. صح. النموذج، أنت الآن عندك طفلك زي الإسفنجة، إسفنجة، أنت نموذج يا ماما ويا بابا، اللي حتسويه حيسويه. لما يصبح مراهق إسفنجة مع أصحابه، اللي حيسوونه أصحابه حيسويه. هي معادلة، هي معادلة، لكن ما يرسخ من الطفولة أقوى من اللي يرسخ في المراهقة. فانتبه في هذه النقطة، لأن إحنا دائما نجيب ثمرات، نجيب أولاد لازم يشوفون منطوق جيد بيني وبينك. صحيح. لازم يشوفون لطف بيني وبينك،
يشوفون امتنان بيني وبينك عشان يحبون هالمنظومة اللي هي منظومة الزواج، عشان ما يصير عندهم تشوف الصورة الذهنية حول الزواج، اللي كثير من البنات للأسف والشباب عندي بالعيادة في هالمسار تشوف صورة الزواج. صار عندهم عقدة نفسية والله العظيم، الحين البنات جاهم عقدة نفسية من الزواج، يعني شيء رد. أنا أخصائية اجتماعية ترى، يعني شيء لما أقعد مع واحدة لا كذا لا كده، قلت حبيبتي كل أصابعك سوا، النساء ما هي كل سوا ولا الرجال سوا، هي الحياة قديش أنت تقدري تسايري وتعيشي، بتعيشي مبسوطة، بتركزي على النواقص بتكبر وبتتضخم. بقارن نفسي بيني وبين فلانة وبين علانة، ترى كل واحد له طبع وكل واحد متربي ببيت، يعني أنا ما أقدر أقارن حياتي بحياة غيري، صح ولا لا؟ صح. المقارنات يا جماعة هي سبب المشاكل. وفي عادات مستدامة للأسف نجدها في كثير من بيوتنا، يمكن سواد أعظم في منازلنا، أنه كذلك هذه العادات وهذه السلوكيات وهذه التعاملات أو الإشارات في العادات والتقاليد، أنت رجل، أنت امرأة، أنت عليك، وأنت لا، ترى هي لو نمشي على سياق الديني، سياق النبوة وقدوتنا، كان سارق وسارقة نفس العقوبة. إيش معنى البنت؟ هي لا، وبعدين من يوم ما هم صغار البنت تشيل تحط الولد، لا اوقات موجوده الى الان للاسف في المنازل. يعني احنا المفروض خلاص اليوم تغيرنا، ودائما زي ما قلت الابناء بيتشربوا من الاهل، دائما نحب بعض، الود والسلام والاحترام المتبادل في البيت حتى بين الاخوان، تفضل، شكرا، لو سمحت، ندق الباب. هذه الاشياء من الطفوله يتعلموا عليها ويتربوا عليها، عشان ان شاء الله في المستقبل تفضل الكلمه الحلوه والسلوك اللطيف دائما معاهم، مو شيء غريب عليهم او شيء يحتاجوا انهم يتعلموه او يحسوا انه ثقيل على قلبهم. دكتوره الهنوف، شكرا لوجودك معنا في هذه الفقره، وشكرا لهذه النصائح وجرعه الامل والتفاؤل الجميله.